سلام، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، الا كنتي اول مره كتزور القناه ديالي فما تنسانيش من الدعم ديالك باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد من القناه ديالي اللي كيتوفر فيها كل من وصفات تجميليه، كل من سلعه من ماركات عالميه، ماركات المانيا وفرنسيه، وديما ديما ديما جديد وديما حاضره نادره. دابا غادي ندوزو باش نشارك معكم السلعه اللي كاينه دابا عندنا، سلعه ديال اكسيون اللي موجوده عندنا حاليا في المغرب. والعديد من الكليان اللي تيتواصل معنا يعني تيطالب منا اننا نديرو فيديو، يعني ماشي فحال الصور، يعني مشي يشوف السلعه في الفيديو تيقتنع بها وتيعرف لا كاليتي ديالها، المهم فحال تيشوفها مباشره. هذاك الشيء علاش بغيت نشارك معكم كاملين السلعه اللي متوفره عندنا الان. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بلي بلاطو ميغوار، غادي نوريكم الشكلات اللي كاينين ونمشيو دقه دقه نوريكم اي حاجه عندي متوفره حاليا ومرحبا بكم. فاول حاجه غادي نبداو بهاد لي بلاطو غون، كاين فيهم الصغير على هاد الشكل هذا، كاين فيهم الصغير والمتوسط والكبير، هذا الصغير ديالو وهذا المتوسط ديال هاد الشكل هذا اللي تيجي غزال، تقدري تحطي فيه الحلوه اولا ديريه في الكوافوز ديالك، ديري فوق فيه الماكياج ولا، المهم بزاف ديال الاستعمالات. وهذا الكبير ديالهم، هما هكا تيمشيو اونصومبل يعني وصحاح زوينين، وحتى في الديكور يعني شي حاجه زوينه وما دايراش، تحط فيهم الحلوه لي كيك اولا اي حاجه بغيتي. هادو بالنسبه لهاد الشكل هذا. بالنسبه للمشبكين كاين هذا الصغير ديالو ديال ديال لي بلاطو مشبكين بحال هكا فهاد الابيض هذا، حتى هما ميغوار. هذا الصغير وكاين الكبير ديالو، نخلي لكم باش تشوف. هادو في البيض وكاين في الجري، كاين في لارجونتي اللي بزاف ديال الناس تيبغيوهم في النقري، مزوقين بالنوار بحال هكا. كاين هذا الصغير وهذا الكبير ديالو على هذا الشكل هذا، حتى هو تقدر دير فيه الروايح فوق الكوافوز ديالك ولا الحلوه، المهم عديد الاستعمالات انت وشنو بغيتي. وكاينين لي بلاطو كاري لو نوار فهاد الشكل هذا، غنوريكم كاين هكا، هذا عاوتاني مطلوب تيبغيوه البنات بزاف، تيجي زوين ديري فيه الماكياج ديالك الروايح. تقدري تستعملي حتى في الطبلة يعني تحطي فيه حليوات ولا اي حاجة، المهم تيجيو في شكل هذا الكبير ديالو، ولكن في شكل اخر يعني ما فيهش الزجاجة من هنا، حتى هو زوين على هذا الشكل هذا. انا بغيت نشارك معكم يعني بزاف ديال الناس اللي قالوا لي فكرة زوينة انك ديري لنا السلعة المتواجدة فيديو، ودابا بغيت نشارك معكم نيت هاد السلعة اللي كاينة شوفوها، وديما اي جديد ان شاء الله غادي نشاركو معكم على شنو. كاين هاد الشكل هذا اللي حتى هو كيجي غزال، كيجي غزال غزال غزال، هاكا تحطيه فوق الكوافوز ديالك ديري عليه العكورة اولا الروايح، كيجي زوين ومتول. هانتوما
كاين المربع وكاين المدور ديالو. نوريكم المدور، ها هو المدور ديالو. هادو ما كبرش بزاف ولكن تيجيو زوينين، تيجيو متيولين، فيهم هاد لي زيستخاس في الجناب. زوينين حتى هما. كاينين لي بلاطو ايتاجير، كاين هاد الشكل هذا، المهم اللي كيتباعو بحال هكا، كيتباعو يعني في الكارطونه ديالهم، تقدري ديه كادو، تقدري تستعمليه نتيا، المهم شي حاجه زوينه الصراحه. هاد كاينين الناس اللي يعني مولوعين بهاد السلعه، سلعه اكسيون، يعني كاينين الناس مولوعين بها حيت ديما فيها الجديد وفيها شي حاجه اللي ما يعني ما متداولاش هنايا بزاف الصراحه. شفتوا الشكل ديالو هكا كيجي، فيه ثلاثه ديال الطبقات، الصغيره والمتوسطه والكبيره من التحت. تقدروا ديروا فيهم لي كاطو، اي حاجه. وكاين في الدوغي على شكل اخر، هاد الدوغي تيحماقوا عليه الناس، ما يمكنش ما يمكنش نجيبهم يعني وما ما يطيروش بهم ولكن الصراحه شي حاجه غزاله. انا نقرب لكم باش تشوفوا اكثر، تشوفوا واضح. حتى هو كيتباع في الكارطونه ديالو، حتى كتاخدي يعني وتمونطيه، حتى هو على ثلاثه ديال الطبقات. كاين اللي كيستعملوا اكثر، يعني الناس كيستعملوه يعني يحطوا فيه الحلوى هكا يقدموه للضياف وهذا، وكاين اللي كيدير فيه الشماع والديكور يحطو هكا فوق الكوان. المهم انتي حره ولك الاختيار، ولكن الديكور ديالو صراحه زوين بزاف. وكاين شكل اخر ماشي ايطاجير، غير على يعني غير واحد، حتى هما كاينين نوريهم ليكم. ها هما هادو في الدوغي، لي بلاطو دوغي الصراحه كيجيو حتى هما في شكل، تيجيو زوينين. هانتوما كل واحد اش ماشي يبغي يدير فيهم، كاين شي يديروا فوق الكوافوز كيف ما قلنا. المهم اي حاجه اي حاجه كيف ما بغيتو نتوما تستعملوا البلاطو غادي تستعملوه، يعني شي حاجه زوينه. هانتوما في تا واد لي ديستخاس بحال هكا مشبك، هانتوما باش يبان لكم يعني واضح اكثر. وحتى في الخدمه ديالو زوينه، يعني متينا هادشي. هادو بالنسبه لي بلاطو. دابا غنوريكم لي بوجوار ونوريكم الشمع. المهم نمشيو دقه دقه. بالنسبه لي بوجوار كاين هاد الشكل هذا اللي على شكل كباله كاين في الدوغي وفي لارجونتي، كيجيو زوينين بحال هكا. كديري فيهم هنايا الشميعات، كاين في هذا اللون وكاين الدوغي، يعني على حساب الفراش اللي عندك ولا على حساب انتي لاش كتميلي، كل واحد اشنو كيبغي. يعني شي حاجه زوينه حتى هما. غنوريكم اللي عندي انا، يعني اي حاجه بعدا انا تقديناها، اي حاجه تقديناها ضروري من ناخذ لداري منها هانتوما على حسب لا كولور اللي عندكم نتوما في الصالون اولا في السيجور اولا في البيت اللي تقدروا تحطوه فيه. كديري الشميعات في اللون اللي انت باغ، كيجي بحال هكا، كيجيو زوينين الصراحه. وكاينين كذلك هاد لي بوجوار كريستال اللي حتى هما كيحماقوا عليهم الناس، تيجيو زوينين. كاينين الناس اللي مولوعين يعني بالشماع وهادشي، يعني الصراحه مودرن. والله نحل لكم شي وحده تشوفوها. ها انتو شي كريستال، هادو زوينين حتى هما. انا نوريكم نديرو فيها شميعة.
زوينه. تقدري تحطيها هكا في هاد لي بلاطو هكا جوج ولا وحيده وتحط راه تجي غزاله صراحه ديكور زوين. هادي بالنسبه للبوجوار كريستال. وكاينين هاد لي بوجوار في شكل اخر هاد الشكل هذا حتى هما كيجيو فنين ها هما يعني كديري فيهم الشميعه كاين في هاد الغوز كاين في هاد الغوز وكاين في هاد النوار على حسب تجي وشنو بغيتي حتى هما تقدري تحطيهم هكا في بلاطو جو زوينين صراحه يعني ماشي حاجه بسيطه تقدري ديري ديكور في دارك يعجبك 100%. وكاين كذلك دابا غادي ندوزو لمحبوبه الجماهير اللي كيحماقوا عليها الناس اللي ما يمكنش على ريحه فيها شحال زوينه والديكور اغوماسيت اولا ديفيزور اللي تيكونوا فيهم هاد العويدات وفيهم شميعه وبوجوار او بلاطو مهم فيهم هادو فيهم 7 بيس هادي في الكري نورمالمون كيكون لو نوار و لو بلون والبوردو وهاد الكري هذا حاليا بقات متوفره عندنا غير هاد الوحده هادي اللي في الكري حلها ليكم تشوفوها صراحه ما يمكنش شحال زوينه اللي خداها يعني تيعاود يسولنا عليهم و تيعاود يبغي ياخذ بالنسبه للقرعه يعني راه عامره بالريحه كل واحد واش من ريحه يفضل كاينه ديال العود كاينه ديال الفرامبواز من كل وحده واش ما تبغي منها ديكور منها مريحه الدار ديالك. وكاينين هاد القريعات ديال الزيت اللي مطلوبين دابا كاينه في هاد الديكور هذا في النوار وكاينه في لارجونتي على حسب نتي وشنو كتفضلي اولا نتي وكيفاش الكوزينه ديالك الشكل اللي فيها ديري فيهم الزيت البلديه اولا زيت الروميه تترافقي معك في الطبله اولا تتحطها يعني في الكوزينه تجي متي ولا وزوينه ماشي تبقى كل مره كتجبدي القرعه الكبيره كوب رون. ودابا نوريكم هاد لي فاز فيهم الحجيرات من الداخل فيهم وريضه فيهم هاد لاكورد حتى هما تيجيو زوينين تحطيهم في الدخله ديال الباب اولا فوق الرخامه زوينين حتى هما وكاينين واحد الطبيصلات اللي مطلوبين و تيحماقوا عليهم الناس كيف ما كنسميهم انا طبيصلات التفاحه فهاد الدوغي هذا تيجيو زوينين وخفافين ومختلفين اكيد هانس بالنسبه لا ماتيغ ميتال باش تكونوا عارفين يعني بقاو غير في الدوغي على شكل تفيفيحة. بالنسبه للشمع فحتى هو كاين تشكيلات واللوينات كاين هذه في الدوغي فهادو ديال اكسيون حتى هما لا مارك كاندرا كاينه في الدوغي كاينه في الكري زوينين حتى هما بوردو غوز فهاد البلو كاينين الصغار ديالهم عاد ها هما وكاينين هاد الشميعات اللي ما يمكنش حتى يحمقوني شميعه وفي نفس الوقت بونبونيير الله على ريحه شحال زوينه كيكون فيهم الفخيش والفاني حتى هما ريحتهم فنه غزاله كتستعملي الشميعه ومني تتسالي لك الشميعه كتبقى لك هادي ديري فيها لي بونبون ولا ديريها ديكور ديال الزاج و...
فبالنسبه للناس اللي غيسولوني على الاثمنه فهي جد مناسبه جد مناسبه. انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف او الواتساب وتواصلوا معايا ومرحبا بكم. بالنسبه لهادو لي سيت دو طابل كاين في هاد لونوار كاين في الدوري هكا كاين في الكري فهادو بالعقاق مخدومين. شوف اش كيبان لكم مزيان دي في لونوار دوري كيجيو تاهما فنين هكا فوق لا طابل سلامونجي كيجيو متيولين. كاين اللي كيبغي في لون واحد وكاين اللي كيدي جوج جوج من كل لون وكاين اللي كيدي وحده 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 على حساب نتي وشنو بغيتي. وكاين شكل اخر بريون بالنسبه لهادو فيهم العقيق وكاين شكل اخر بريون انا نوريه لكم اللي فيه دوري ولارجونتي ها هما زوينين كيجيو فوق منهم الطباسل هانتي شي حاجه زوينه نتيولا. وهذا الدوري ديالو فبالنسبه للاثمنه جد مناسبه كنقولها ونعاودها لكم. مرحبا بكم والف مرحبا. دابا غادي نوريكم لي طابي فوغير لي تيموتو عليهم شي حماقو عليهم الناس ولكن هاد لا كاليتي هادي صراحه غزاله ما كتنسلش زوينين بزاف. هادي في الابيض تيجيو هكا فوق لي فوتوي كي اللي كيديرهم في بيت النعاس هادو كبارين يعني 68 على 100. الكاميرا قريبه عليا يعني ما غاديش يبان لكم قداش. المهم كاينه في هاد الابيض يعني حتى اللور ديالهم ماشي يعني حاجه كاليتي وزوينين. هادي في الابيض كاين في هاد البيج الضو عندي ناقص ماشي يعطيش حق الالوان الصراحه غزال 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 فني. وكاين هذا وقرا نفس اللون اللي دوزنا بيج نوريكم هاي الصوره ديالو نشوف. وكاين في الكري هذا بيج بارد هذا بيج مفتوح هادو غير باقي مطويين هادوك حليتهم غير باش تشوفوهم. وكاين هاد الكري اللي حتى هو زين زين بزاف عرفتي هاد الشعر اللي فيهم يعني ماشي تنسلش ورطب داك الرطوبيه زوينه وماشي زعما الا صبنتيها الشعر ديالك يولي مرولي لا كيبقى مطلق وغزالين غزالين تقولي مصلوحين شي حاجه فن الصراحه. الواحد يدي حاجه كاليتي اللي تبقى ليه ولا يبقى ياخذ حاجه سواقيه. المهم هادو بالنسبه لي طابيرون هادي في البوردو دابا الضو ناقص عندي صراحه. ها هي في التصويره ديالها ديريها في الكوافوز ولا فوق لي كوان على حسب نتي شنو بغيتي. كاين حتى في البيض ها هي البيض ديالها تيجيو زوينين مطلوبين بالنسبه لهاد البيض هذا يعني بواحد المشقه باش كنلقاو. ودابا غنوريكم لو كادر الديكور هذا اللي شي زوين ثلاثه ديال المرايات صغير مع لومبالاج يعني حيدنا هذه باش تسالينا في الكارطونه. المهم كيتما شوف بحال هكا شتي شي لا ديكور فيهم بحال غزال. هاد الوسطانيه دايره بحال الشميشه وهادي وهادي كيكونوا حتى في الدوغي. حاليا كاين غير هاد لارجونتي غزالين حتى الثمن ديالهم جد مناسب. والحاجه الاخيره قبل ما نودعكم هي زيت الكوكو اللي ما كنستغناش عليه اللي تندخلو في الوصفات ديالي كذلك
اللي هو صراحه شي حاجه زوينه. قرعه كبيره فيها 500 مليلتر او لا نص سيترو. صراحه جربته وما ندمتش، ودابا ما كنستغناش عليه يعني. من نهار بديت كناخذهم تحت طلب لي كليون يعني، وليت حتى انا كنستعملو. بصراحه نتيجه زوينه من تما وانا تنجيبو، والناس تياخذوه يعني بعينيهم مغمضين. وحتى القرعه يعني كبيره فيها 500 مليلتر او لا نص سيترو. ها هي باقا في لومبالاج، نحلها لكم باش تشوفوها. شوفي قرعه تبارك الله راه كبيره، وحتى الثمن ديالها جد مناسب. دابا كيبان بيض حيت يعني قاصح، حيت دابا البرد ملي كيكون الصاد كيكون دايب يعني كيكون زيت. وصافي هكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساونيش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه، وتكثروا ليا في الجيمات حيت هما اللي تيحفزوني وتيزعموني انني نشارك معكم كل جديد اولا كل وصفه جربتها ونالت اعجابي وعطاتني نتيجه زوينه فما كندخلش عليكم بها. وكذلك هاد السليعه الزوينه اللي تنضربوا عليها تماره باش نجيبوها ونقربوها للناس اللي ما تيقدروش اولا اللي ما عندهمش اللي توسط لهم فيها. فمرحبا بالجميع، وما تنسونيش من الاشتراك ودعم القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم عليا كل جديد. خليت لكم الراحة، فيديو ماجي ان شاء الله.